السلام عليكم ورحمة الله، معكم إيمان مستعد. رجعت لكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من الله يربي أنه يلقاكم دائما وانتم في أحسن أحوالكم. فيديو جديد، موعد جديد، ولقاء جديد. الغزالة ديالي رجعت لكم في فيديو جديد، وبزاف بزاف منكم اللي كيتسناو ايمان امتى تحطي لينا جلبه رمضان. راني بديت البنات ديجا، راني بديت اين فوا كملت لكم كوليكسيون اللي كانت ديال رمضان ديال العمره. واخا تشوفوا هاد البيضين البنات هنا، هادو راه ماشي كوليكسيون اللي كانت ديال العمره، هادو قفاطر ان شاء الله كنوجدوهم لكم الدو بياس ديال رمضان. هادو ان شاء الله قفيطنات اللي كيوجدوا الدو بياس ديال رمضان، طرزه جديده، شي حاجه طوب، شي حاجه غزاله ان شاء الله، شي حاجه يعني حصريا غتلبسيها عندي ان شاء الله. حنا كنوجدو انت البنات راه حيت البيضين ديال العمره الحمد لله داكشي راه تباع، ودابا كنوجدو في الكوليكسيون ديال رمضان ان شاء الله. وبزاف ناس كيقولوا كيصيفطوا لي في انستغرام انت غتبداي تحطي لينا، فديجا انا بديت كنحط. الا كنتو الناس اللي مازال ما الناس اللي مازال ما شافوش اخر فيديو اللي حطيت، راني بديت كنحط في لي كوليكسيون ديال رمضان. تبارك الله ما شاء الله الناس بداو كيتقداو، ومازال كنبغي نقول لكم بان كاينين مفاجات بزاف بزاف بزاف، يعني كاينين حويجات زوينين زوينين بزاف هذا رمضان ان شاء الله. كاينين موديلات غزالين، شي حاجه حصريا عندي غتلقاوها، شي حاجه طوب طوب طوب. شوفوا كمثال البنات، لقيتونا خدامين في هاد المخرج هذا او هاد المسوس، شوفوا الموديل كي داير. هادشي البنات غتلقاو منه بزاف، وغتلقاو منه العدد. هادشي راه مازال خدامين فيه، ما خصنيش نوريه حيت غير مازال في فينيسيون ومازال كيتخرج. وهذا شوف تبارك الله ما شاء الله الستر غيكون قداش. مهم بزاف ديال الحوايج، شي حويجات فنين فنين. الناس اللي كانوا كيسولوا على العام اللي فات كانوا كيسولوا بزاف على المسوس وعلى هاد الموديل بالضبط هذا، كان تبارك الله كنت درت فيه دي موديل، وكان تبارك الله ان شاء الله لقى اقبال وعاودت لكم هذا العام نظرا للناس اللي كانوا بزاف كيطلبوا. المهم هذا الشيء غتلقاوه بالالوان بزاف الحويجات البنات، راه كينتظركم الجديد هذا العام غير ان شاء الله الرحمن الرحيم. بقاو متبعيني الناس اللي في انستغرام، الناس اللي متابعيني هنا في يوتيوب مرحبا بكم. ما تنساوش غير دوزوا عندنا انستغرام، هكا كنصور واخا كندوزو هنا فيديو. ففي انستغرام الناس اللي كيبغيو يشوفوا الصور فديري قفطان ايمان مستعد ودخلي تفرجي في لي موديل ديالنا صور عن قرب وتشوفيهم. مرحبا والف مرحبا. يلا البنات بالصلاه والسلام على رسول الله، غادي نبداو اليوم، غنبداو فيديو خفيف، نبداو لكم بداك الشيء الخفيف عاد ندوزو عاد ندوزو يعني داك الشيء انت غدا وانت طالعه. فهنا بالنسبه للناس اللي كيبغيو شي حاجه مرفقه في الثمن، زواق المعلم، شي حاجه البنات دو بياس اللي كيسواو 800 درهم في السوق، اليوم جبتهم لكم بثمن مناسب بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا اثمنه مناسبه، وكنترافقوا مع الناس وكنديروا هكا وهكا. المهم بالصحه والراحه، اللي قدر على شي حاجه ياخذها. وابتداء جلالبس راه انت طالعه تبارك الله ما شاء الله غتلقاي جلالب حتى يعني ابتداء من 600 درهم في الفيديو ديال اليوم، وانتي طالعه يعني ابتداء من 600 درهم على حسب القدره ديال كل وحده وعلى حسب الموديل كيفاش راه داير، على حسب لي موديل وشحال من حاجه. انا نرجع معكم البنات، نكمل معكم البنات. بسم الله وبالصلاه والسلام على رسول الله. دائما غادي نبداو كيف ما قلت لكم، نبدا معكم بالكاترفيل. بالنسبه اللي بغات تقدا جيليبسها على تيساع، هذا البنات كريب دو سوا كوريا بروميير شوا مع لا موسلين من التحت، مخدومه بالكاترفيل، شي حاجه فنه البنات، زواقه غزاله. وكيف ما قلت لكم هادو يعني ثمن مناسب بالنسبه اللي يعني هكا الناس اللي بغاو شي حاجه بينه وبين في الثمن. بالنسبه لهادو البنات كيبقاو 600 درهم، بالنسبه لهادو نورمالمون هما الثمن ديالهم 800 درهم. الكريب كوريا بروميير شوا شي حاجه فنه، لو ميلونج ديال الالوان كيف ما كتشوفوا شي حاجه فنه. هذا البنات بيج ترابي، دخلنا معاه هذا السيال هذا جمعه فن. وكيف ما كتعرفوا دو بياس دابا راه هو الطوندونس وهو اللي راه حاضر بزاف بزاف. كتيفات طايحين البنات، 65 في الكتاف، 42 في طولكم، 31 في الصدر، 33 في ليونج، مترو 40. هذه ما بين ال والاكس ال. نشوفوا لوين اخر، هنا البنات هاد الترابي، هنا البنات
غزاله كتحمق، وبالنسبه لهم والله بنات الا فيهم اثمنه مناسبه كنقول لكم نفس هادو، نفس هاد لي موديل كيتباعوا ب 800 درهم دو بيس، وانا خدمتهم لكم هاد المره فقط ب 600 درهم بالنسبه للناس هكا اللي كيبغيو هكا شي حاجه دو بيس وتا هما تكون على قد الجيب وعلى قد الجهد. بالصحه والراحه، حتى هاد اللوين غزاله البنات كيحمق، هذا ترابي مع البريك اولا مع لورانج. بالنسبه للخدمه ديالهم فنه، الكريب راه كريب دو سوا كوريا بروميير شوا، وتحتاني كيجي في لاموسلين كيف ما كنعرفوا هاد لا طوندونس اللي كاينه دابا ديال جليبات دو بيس بلا موسلين. غادي تلقاوهم معايا البنات في جليبات ديال الطرز وفي جليبات ان شاء الله الرانده، يعني غتلقاو بزاف دو بيس كاين ان شاء الله الرحمن الرحيم. غير خليكم متابعينا ابتداء من الاسبوع المقبل، عفوا ابتداء من الفيديو المقبل ان شاء الله غادي يكون عندنا فيه لي دو بيس، غنبداو نحطوهم لكم. نعطيكم العبار ديال هاد الاولى بعدا، 63 في الكتاف، حتى هما كتاف طايحين، 45 في طولكم، 31 في الصدر، 33 في لونج، متر و40 في الطول. كاينه البنات في هذا اللوين هذا، شوفوا معايا هاد لاكولور تاعي شحال غزاله كتحمق. هذا البنات واحد زريرق بحال هكا كيف ما كيبان في التصويره البنات، واحد البلو فن فيه، ودخلنا معاه هاد الفوشيا هذا. بالنسبه لهاد لاكولور غزاله، بالنسبه لهاد الفوشيا راها طوندونس كيف ما كتعرفوا، كاينه في السبيبطات دابا، كاينه في لي ساك كتجي غزاله 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 هاد اللوين هذا. بالنسبه لنفس الديتاي البنات كتبقى في صاله مخزنيه اكتفاء الطيحين، وكيجيو الافتتاحات في الجناب بحال هكا، كيجي فن. التوب ديالهم واعر البنات، التوب بروميير شوا راكم عارفين بحال ديما، شتو كيجيو حتى تحتاني فيه عقيدات بحال هكا، كيجي واحد شويه ديال العقيدات فين كيجي كيبان، وكتبقى الخدمه ديال الطرز زواق المعلم في الصدر وفي الكميمات بطبيعه الحال. بالنسبه للعبارات، 65 في الكتفات، هذا كتاف طايحين البنات، 45 في طولكم، 32 في الصدر، 33 في ليونش. هذا خصنا نعبر وفاء، حتى تشوفي لي الطول هذا هاي خاصها الطول. وبالنسبه للبنات الطول، بالنسبه للطول راه كيتزاد وكيتنقص، يعني ما عندكش مشكل. عبري لي الطول ديالك، شوفوا هذا اللوين هذا، شوفوا معايا هذا غوز بيبي، غوز بيبي بهاد السيال تا هو غزاله فنه، ميلونجي الالوان غزالين. عرفتوا البنات ديري لهادي واحد الشال فهاد البلو سيال هذا، يا سلام تجي غزاله. شفتوا معايا فنه، شوفوا معايا نفس الديتاي البنات، كتبقى كريب كوريا مع كريب كوريا مع لا موسلين تحت، ونفس الديتاي كيبقاو. بالنسبه للناس اللي كيبغيو زواق المعلم، تا صراحه كيجي راقي في اللبسه، كيجي فن. اليوم ما لبستش لكم شي جلابه منه صراحه، لان الفيديو اليوم جا غير على غفله، قلت ضروري خصني نصور لكم، جيت حتى لاخر لحظه وصورته. 64 في الكتاف، 41 في طولكم، 31 في الصدر، مترو 31 في الصدر، 34 في ليونش، صار مخزنيه حتى هذا ما فيهش طول. مترو 40 بالنسبه للجلابه الغوز، مترو 40 جلا، والطول البنات راه كيتزاد وكيتنقص، يعني يكفي ديري ليا سكرين وتواصلي معايا في الواتساب، وان شاء الله نشوف لك الطول ديك الساعات ولي ديطاي. بالنسبه للعبارات، كاينه البنات في هاد لورانج هذا كيف ما كيبان في التصوير، واحد شويه ها هو اللون ديالو هو هذا البنات، تماما اللون هو هذا. وبالنسبه للديتاي حتى هو انا فقط غير اللوينات اللي كيتختلفوا شويه، كاين فرق في الزواق، واحد شويه كاين فرق في الزواق. بالنسبه ليه حتى هو اكتفاء الطايحين فن البنات، هاد لي موديل كيجيو كلاس، كريب واعر البنات، كريب كيطرع راع تبارك الله في اليد غزال. وبالنسبه للبياسه الثانيه راه كتجي حتى هي افتتاحات في الجناب. بالنسبه للعبارات، 67 في الكتاف، هذا شويه كيلبس اكس ال، 45 في طولكم، 33 في الصدر، 34 في ليونش، مترو و41.
بالنسبه اللي ما كتعرفش، كاينين بزاف اللي كيتواصلوا معايا عندهم غير في صاله، كيعرفوا في صاله عاديه ما كيعرفوش في صاله مخزنيه كيفاش يديروها. شو البنات هذه في صاله مخزنيه كيفاش كتجي؟ كتجي في جلابه منخويه، كتجي واعره، يعني كتكوني لازم مرتاحه. يكفي انك تعطيني غير العبار ديال الصدر ديالك، الربع ديال الصدر ديالك العادي، وانا نقول لك في 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 المخزني شحال كتلبسي ان شاء الله. نشوفوا فيهم البنات واحد لوين اخر اللي هو هذا، هذا كيلبس البنات الكرون طاي، هذا واحد الفيغ كيوي كيف ما كتشوفوا معايا في التصوير، هذا فيغ كيوي البنات ومخدوم بواحد القصيبي، شفتوا فيغ كيوي تخدم بواحد القصبي غزاله تا هذه فنه، وتا هذه البنات مخزنيه كتيفات طايحين شفتوا، افتحات في الجناب. دائما البنات في صاله مخزنيه ضروري ما نفتحي بالجناب، افتحات في الجناب. بالنسبه للموديل تا هذه جات غزاله فنه، وكيكون شويه الاختلاف ما بين زواقه وزواقه، كيكون واحد شويه ديال الاختلاف في اللبسه. هذو البنات كيجيو يا سلام، هذه البنات كروم طاي دوبل اكس ال، 68 في الكتاف، 43 في طولكم، 45 في طولكم، 35 في الصدر، 37 في الهونش، مترو و 43. بالنسبه للبنات لي دو بياس ديال اليوم كلهم ب 600 درهم. نشوفوا البنات واحد الموديل البرشمان، يلا وجد، كنت ديجا بارطاجيت معكم واحد اللوين فيه، وكان تبارك الله ما شاء الله لقى اقبال عند الناس، بزاف كانوا يسولوا عليه، كان تباع، خذاته واحد المتابعه ديالي من اسبانيا، حنان اسبانيا اللي هي دائما كتقدى عندي، فبصحة والراحه. وانا دابا وجدت لكم في هذا البلو بيترول، شوفوا معايا كيفاش كيجي، يا سلام مليفه ديالو كتحمق البنات، وكيجي كله برشمان، كيجي هكا خراطي وبرشمان باليد، تريسنات ماكينه برشمان باليد، وكتدخل فيه واحد العقيقات اللي دخلناهم اللون في اللون، شفتوا معايا البنات غير باش تشوفوا معايا الموديل كي داير، هذا اللون في اللون، حتى هو راقي غزال فن. وبالنسبه للمنيفه ديالو كتحمق، هذه المنيفه البنات مليفه اميره، هذه البنات غزاله، غادي ان شاء الله نخدموا بها لي موديل في هذا العام ان شاء الله، غتلقاوها عندي باشكال مختلفه. شوفوا الديطاي كي دايره، كتجي فنه، كنقرب لكم البنات كيمشي ليا اللون، هذا هو اللون الاصلي ديال البياسه، شفتوا الموديل ديالها كيحمق، شوفوا تريسنات ماكينه بالرقيق وتخراس باليد، وترزاز ولا تخراس باليد. بالنسبه للعبارات ديال هذه كرون طاي، 46 في الكتاف، 60 في طولكم، 33 في الصدر، 35 في الهونش، مترو و 42. كاينه في هذا اللوين وكاينه اخرى في هذا اللوين، هذا البنات حتى هي نفس المنيفه، كيجي بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا بياسه وحده وكيبغيو البرشمان، كيحماقوا الناس على البرشمان. فمازال ان شاء الله عندنا فيه موديلات جديده اللي كل مره نبارطاجي معكم شويه. شوفي معايا هذا داخل البنات، داخل فيه واحد الغوز وسيان، شفتوا حتى هو برشمان باليد وطريسنات ماكينه، وكيجيو خريطات هكا بحال هذا البنات، غديري لها فولار ديالها في هذا الغوز، غتجي غزاله صراحه. هادو جلي لباس ديال تولي جو كيجيو ادميين وفنيونين في اللبسه ديالهم، مليفه فيهم طوب البنات. عندنا 68 في الكتاف، 43 في طولكم، 33 في الصدر، مترو 38، تلبس الاكس ال البنات. نكتفيو بهذا القدر ان شاء الله، الفيديو المقبل من دابا واحد دوجور ان شاء الله الرحمن الرحيم، خاصني نحيد عليا شي في صالات ضروري، باش هكا الناس اللي حاطين لي كوموند ما نتعطلوش عليهم بالنسبه لجليبات رمضان، وان شاء الله غير ايفو نحيد عليا واحد الفصاله اللي راها مبرزطاني هاد الايام، ونبدا نحط لكم ان شاء الله لي فيديو ديال موديلات رمضان ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. حتى هنا غنبغي نقول لكم سلامه، ما تنساوناش من لايكاتكم، شكرا على حسن المتابعه ديالكم لينا، نتلاقاو في فيديو مقبل والى اللقاء.